النهاردة مصر بتحتفل بالذكرى 70 لعيد الفلاح واللي بيوافق 9 سبتمبر كل سنة. الحقيقة أنه مع الأزمات اللي بتحصل في العالم كله بتلاقي أن الفلاح المصري له دور كبير جدا في توفير الأمن الغذائي وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية للمصريين. وعشان كده الحكومة وجهت تهنئة للفلاحين وقالت أن الدولة مستمرة في دعم الفلاح والارتقاء بمستوى معيشته. خلينا نتابع. يحتفل الفلاحون اليوم بعيدهم 70 الذي يوافق 9 من شهر سبتمبر من كل عام، ويعتبر يوماً فريداً تحتفي فيه مصر بدور الفلاح في توفير الأمن الغذائي وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن. ويوافق عيد الفلاح يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي كانت من أول قرارات ثورة 23 من يوليو عام 1952 التي انحازت للفلاح المصري. وبتلك المناسبة توجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل مع تثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما تم التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى معيشة المزارع. وتسعى الحكومة لدعم الفلاح في كل المحاور، خاصة فيما يتعلق بالبدء في تطبيق الزراعة التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بهدف رفع اقتصاديات زراعتها. كما تقدم الدولة العديد من الخدمات والمشروعات التي تخدم الفلاح والقطاع الزراعي، منها إطلاق المشروع القومي لتطوير نظم الري بقرض تمويلي 10 سنوات بدون فائدة، وتبطين الترع بهدف دعم انتظام المياه والتوزيع العادل لها.